السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من حلقة قناة التصوير بالمصري. معاكم أحمد فتحي، وهنتكلم النهاردة إن شاء الله عن أنواع العدسات. أنواع العدسات، أكيد العدسات بتنزل مع كاميرات البروفيشنال، وكلامنا النهاردة يبقى عن عدسات الكاميرات البروفيشنال. ما تبقاش نوع واحد زي أي حاجة في الدنيا، فيها أنواع وفيها اختلاف وفيها أسعار مختلفة ومتفاوتة. فهنتكلم النهاردة عن أنواع العدسات، وليه دي اغلى من دي وليه دي ارخص من دي وهكذا. بدايه كده هنروح لمفهوم وبعدين نرجع تاني لانواع العدسات. المفهوم ده هينفعنا قدام شويه. المفهوم ده اسمه الفوكال لينث او البعد البؤري. الفوكال لينث او البعد البؤري ده هو معناه المسافه بين سطح العدسه وسطح السنسور. يعني مثال صغير، دي عدسه 55 200، وهنفهم كل ده قدام. دلوقتي كده مش معمول فيها اي زوم او اي حاجه، هي كده على البعد البؤري او الفوكال لينث 55 ملي، وبتبقى الارقام دي مكتوبه على العدسه من الجنب هنا. لما اعمل كده كده انا عملت زوم، وبقت العدسه على الفوكال لينث 200 ملي، بقت المسافه بين سطح العدسه وسطح السنسور 200 ملي، طبعا بيترمز له بمليمتر. نرجع تاني لعدستنا. انواع العدسات بتتقسم لنوعين، عدسات زوم وعدسات برايم. عدسات الزوم دي بيطلق عليها عدسات ذات بعد بؤري متغير. ليه؟ لان هي تبقى زوم، فاقدر اقرب وابعد، فاقدر اغير البعد البؤري بينها وبين السنسور، فعشان كده اطلقوا عليها اسم عدسات ذات بعد بؤري متغير. عدسات البرايم بيطلق عليها عدسات ذات بعد بؤري ثابت. ليه؟ لان هي عدسات ما فيهاش زوم، هي عدسه ثابته. كمثال يبقى العدسه 50 ملي متر فقط، ما بتعملهاش زوم ولا بتقل ولا بتزيد، هي ال 50 ملي بس او 85 ملي بس وهكذا. نيجي لعدسات الزوم. عدسات الزوم بتنقسم لنوعين، في نوع فتحه العدسه فيه ثابته مهما عملت زوم، وفي نوع فتحه العدسه فيه متغيره وبتضيق كل ما عملت زوم. مثال يعني نيجي عدسه زي 70 200. 70 200 دي فتحه العدسه بتاعتها ثابته اللي هي f2.8، دي مهما عملت زوم ان مهما عملت زوم اوت، على 70 ملي فتحه العدسه 2.8، على 200 ملي فتحه العدسه 2.8، ما بتضيقش معايا، ودي حاجه كويسه جدا بالنسبه لمعظم انواع التصوير الفوتوغرافي. نيجي عدسه زي دي مثلا، دي 55 200، بتعمل زوم بتقفل معاك لحد f5.6. طبعا ده بيضايق بعض الشيء لما تيجي تصور في مكان اضاءه فيه مش كافيه، لان هي لما بتضيق معاك فبتضطر يا تستعمل فلاش خارجي، يا تعلي الايزو، يا تقلل الشطر، فدي تعتبر عيب. بس في المقابل العدسات ذات البعد البؤري المتغير اللي بفتحه عدسه ثابته سعرها اغلى بكتير من العدسات اللي فتحه العدسه فيها متغيره، وده من اسباب ان العدسات دي غاليه. نيجي العدسات البرايم. العدسات البرايم دي اشهر عدسه فيها هي 50 ملي f1.8. العدسه دي مفيش فيها فتحه عدسه متغيره او ثابته، لان هي كده كده اصلا ما فيهاش زوم. هي العدسه عندي اوسع حاجه فيها f1.8. العدسات البرايم مشهوره جدا جدا بحدتها وبجوده الوانها وبفتحه عدستها الاوسع، وامثله ليها 50 ملي 85 ملي 135 ملي وهكذا. في عدسات تانية أحسن وأكتر من كده بكتير. نيجي لأسماء العدسات. العدسة بيطلق عليها اسمها من الفوكال لينث بتاعها. يعني عدسة زي دي تبتدي ب 55 ملي وبتنتهي عند 200 ملي، يبقى اسم العدسة 55 200. في عدسة تانية بتبتدي عند 70 ملي وبتنتهي عند 300 ملي، اسم العدسة دي 70 300. في عدسة تانية اللي بتيجي دايما مع الكاميرا أو معظم الكاميرات اللي هي 18 55، دي اول فوكال لينث بتاعها 18 واخرها 55. واي عدسه بتتكون من رقمين زي ما انا قلت دلوقتي 18 55 18 135 70 200، العدسات دي كلها بيتعرف من اسمها ان هي عدسات زوم. لكن اي عدسه بتتكون من رقم واحد 105 مللي 100 مللي 35 مللي 200 مللي، كل العدسات دي عدسات برايم وتعرف من اسمها. نيجي بقى ليه في عدسه اغلى من عدسه وليه عدسه دي سعرها غالي جدا. العدسات
بيبقى سعرها متوقف على فتحه العدسه زي ما قلنا من شويه، صناعه العدسه او الماتيريال المصنع منها، جوده الازاز المصنع منه العدسه. اشهر انواع الزجاج المصنع منه العدسات واحسنهم واغلاهم النانو كريستال. ده بيبقى نوع من الازاز نقي جدا جدا، ويطلع صور جميله والوانها كويسه. طبعا كل ما سعر العدسه غلي كل ما كان فيه زياده في حده الالوان، زياده في جوده الالوان. نيجي لاستخدامات العدسات دي. العدسات الزوم افضل استخدام ليها هي في الحقيقه بتستخدم في كل شيء. ليه؟ لان انا اقدر اغير الزوم بتاعي من غير ما اتحرك من مكاني. يعني لو تصوير شارع، لو تصوير مناسبه، لو تصوير اي حاجه محتاجه حركه وانا مش هقدر اتحرك من مكاني، اقدر استخدم عدسه زوم. طبعا بتتفاوت البعد البؤري والزوم والمسافه اللي بتحركها طرديه مع عدسه. يعني عدسه 18-55 زي اللي بتيجي مع البودي دي، الفوكال لينس بتاعها محدود اخرها 55 مللي. طبعا هتختلف اختلافا باتا عن 18-140 مثلا. 18-140 هتديني زوم اكتر، هتخليني ما اتحركش من مكاني اكتر. تصوير رياضه برده ممكن استخدم فيه 70-200 لان هي الفوكال لينس بتاعها برده كبير، او 100-400. نيجي بقى للبرايم. البرايم معظم استخدامه بيبقى يا اما تصوير بورتريت او سيشنز او منتجات، وليها تصوير تاني كتير بس دول اشهر انواع في التصوير فيهم. ليه؟ لان عدسات البرايم بتديك فتحه عدسه واسعه، فبتديك اكبر كميه عزل بالنسبه لتصوير الاشخاص. دي حاجه. الحاجه التانيه، عدسات البرايم بما انها عدسات ثابته فهي عدد قطع الزجاج اللي جوه العدسه مش كبيره، فبيديك حده اعلى والوان اجمل من عدسات الزوم. عشان كده استخداماتها تبقى في تصوير الاشخاص اكتر وتصوير المنتجات وهكذا. في عدسات البرايم حاجات سبيشال كده للتصوير، حاجات معينه زي ال 100 ماكرو كانون او ال 105 ماكرو نيكون. دي بتستخدم في تصوير الحاجات الصغيره قوي، حتى من اسمها باين ان هي ماكرو. او بتستخدم في تصوير البورتريه برضو بس مش كتير، زي ال 50 مللي 85 مللي. ودي تبقى عدسات مخصصه لحاجات معينه، ما بيستعملهاش الا ناس معينه لتصوير حاجات معينه. وبكده اكون خلصت حلقه النهارده، واتمنى تكونوا استفدتوا معايا. شكرا، اشوفكم حلقه جديده ان شاء الله.